الولايات المتحدة أعلنت ولطالما أعلنت دعمها لأمن العراق واستقراره وسيادته أيضا، فكيف برأيك تنظر الولايات المتحدة لمسألة انتشار السلاح في العراق؟ هناك طلبات أمريكية للعراق، للحكومة العراقية بحصر العراق، بحصر السلاح لدى يعني تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية. هذه مشكلة خطيرة، هذا التحدي واحد من أكبر التحديات، يعني ملف التحديات في العراق. وأيضا هذا الملف هو باب للتهديد، لتهديد الأمن العراقي، لتهديد أمن يعني بما الأمن القومي العراقي بكل استثمارات المياه، الكهرباء. هناك تشديد على مسألة سيطرة الدولة، لكن لا أعتقد أنه في الوقت الحاضر وبالظروف الحاضرة تستطيع الدولة أو القوات المسلحة مواجهة هذه الميليشيات أو سحب السلاح. السلاح ليس فقط لدى الفصائل الميليشيات، ولا منتشر يعني بين العشائر، وهذه مسألة عملية صعبة جدا، مسألة السيطرة وسحب السلاح. يعني من المستحيل في الوقت الحاضر إلا إذا تحصل مواجهات بين الجيش والميليشيات أو العشائر، وهذا ما أستبعده جدا، لأن هناك تركيز على مسألة الخدمات وعدم إثارة الملف الداخلي. يجب أن يعني تفكيك أولا، تحديد أو يعني فصل عملية السلاح الذي مع القوات المسلحة والسلاح الذي مع القوات المسلحة في الصباح وضدها في المساء. يجب أن تكون هناك عملية صريحة. هل ستتدخل الولايات المتحدة في الوقت الحاضر؟ لا أظن إلا بعد اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات من قبل الولايات المتحدة لملاحقة كل من يرفض تسليم سلاحه. طبعا ليس الشخص، هنا أتحدث عن تنظيمات وفصائل، أتحدث عن عمليات قطع التمويل، منع التهريب الأسلحة، ملاحقات قانونية. الوضع في العراق لا يبشر بخير في هذا المجال. إن تمت مسألة فرض عملية نزع السلاح داخل العراق.